أنا معكم أخوتي سلام ربي صوب قلوبكم. اليوم الحلقة 59 والحلقة الأخيرة من كتاب صوت من العالم الآخر اللي بنصحكم كلكم تقروه أو تحضروا الفيديوهات، يعني هذه بتغنيكم عن إنه اللي بيقول لي وين في كتاب وأنا ما بعرف وين في موجود هذا الكتاب. فيكم تسمعوا الحلقات، ملخص تقريبا شامل عن كل ما بدكم تعرفوه عن المطهر، وهو مخطوط المطهر وحقيقة المطهر اللي بده يتقبلها أو ما بده يتقبلها هو حر. بهيدي الحلقة أخوتي كتير كتير مهمة وحلوة، بما أنه الحلقة الأخيرة بعام 1890، عام 1890 وبشهر الوردية اللي كانت هي آخر لقاء بيناتهم، بتقلا رح حاول سأحاول تفهيمك بقدر ما يمكنني، بقدر ما يمكن على الأرض ما هي السماء. بدي فهمك اليوم على الأرض شو هي السماء. السماء هي أعياد دائمة جديدة تتبع دون توقف. السماء هي فرح وأعياد بدون ما تتوقف، سعادة دائمة جديدة لم يسبق لنا أن جربناها، ما جربناها بعد، هكذا يبدو أبدا. إنه نهر من الفرح، نهر من الفرح يفيض دون انقطاع عن المختارين، يعني عن الذين هن بالسماء، ما بينقطع هيدا النهر من الفرح. إن السماء بنوع خاص هي الله، نحبه نتذوقه ونتمتع بمشاهدته، هو بإيجاز الشبع من الله ومع ذلك دون أن نشبع منه. هو الشبع من الله بدون ما نشبع من الله، هاي هي السماء، هاي هي العجيب الكبرى فوق اللي ما بنقدر نعرفها، لأنه نحن بعدنا سكان الأرض، بعدنا بالغربة. بمقدار ما تكون النفس أي الإنسان قد أحبت أو أحب الله على الأرض، بمقدار ما تكون قد بلغت تلك أو بما تبلغ هذا الكمال. يعني اللي نحن هالقد منكون على الأرض منيح، هالقد منكون محبين، ساعتها منبلغ بالسماء هيدا الكمال. بقدر ذلك نحب الله بالسماء وندركه على قد، كأنه عم نقول نحن هون على قد ما تحبيت على قد ما رح تشوف بالسماء مقدار هيدا الحب. كل الأمر بيتلخص بهيدا النص أخوتي، الله محبة، شغلتين بتلخص كل الأمر، الله محبة بس الله عادل وقاض، في عدالة وفي محبة. نحن منختار أو منفوت من باب هاي المحبة ومننفذ كل وصايا الله وخطوات اللي عبقول عليها، أو من ننفوت من باب عدله وعنده ما حد رح يقدر يمرق وما حد رح يقدر ما يكون عليه شيء. هيدا العدل الإلهي اللي هو بيعرف كل نقطة جواتنا شو عملت، كل نقطة، كل خلية، كل أمر فكرنا فيه. فتعوا نفكر منفوت من باب محبته وغفرانه أو منفوت من باب عدله، على الإنسان إن هو يختار. مع العلم الله عادل رح نتحاسب، بس اللي فات من باب محبته رح يتحاسب حسب محبته، واللي فات من باب عدله رح يتحاسب حسب عدله. والله شخصيا الرب يسوع ما بينصح حدا منا على الأرض إنه يتجرأ ويفوت من باب هيدا العدل، لأنه رح يكون باب قاسي كتير. تعالوا اليوم مفتوح باب رحمة الله وعدل الله، المطهر موجود، السماء موجودة وجهنم موجود. أنت يا إنسان اختار وين بدك تروح. الله معك.